السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. لا سلاما على من استهلكونا حتى أهلكونا. وبيبدأ فيلمنا النهاردة في مدينة سول يوم 21 سبتمبر مع الشابة سيونغ اللي بتبقى شغالة مصممة جرافيك في مكتب في شركة مشهورة، ومبنى الشركة موجود في ناطحة سحاب ضخمة. وبتشتغل سيونغ في الشركة رغم إنها مصابة بفوبيا دوار من الأماكن العالية. ولما بتخلص سيونغ شغلها وبتنزل من المبنى بتحكي وبتوصف طلوعها ونزولها من ناطحة سحاب كأنه كابوس، وإنها بتفرح إنها قدرت تعيش يوم كمان في العذاب ده. وبتكون سيونغ في علاقة سرية مع مديرها في الشغل ليه، وبيوصلها مديرها لحد بيتها. ولما بتدخل البيت بيجي لها اتصال من مامتها عشان تطمن عليها، وبتقول لها سيونغ إن كل حاجة كويسة ومفيش أي مشاكل. وبعدها في يوم 24 سبتمبر بتروح سيونغ للشغل، وفي فترة الاستراحة بتقعد سيونغ مع زمايلها في الشغل، وبيبقى كلهم بيتكلموا على مديرهم الوسيم وإنه شخص مطلق وعازب ومفيش أي بنت في حياته، وكلهم بيتمنوا يرتبطوا بيه. وبتكون سيونغ بتسمعهم وهي حزينة لأن علاقتهم في السر ومفيش حد يعرف بيها، وبتسيبهم وبتمشي. وبتروح تعمل فحوصات على ودنها لأنها حاسة بألم قوي فيها وفي تأثير على سمعها. وبعد ما بتخلص بتروح تقضي وقتها مع صديقتها المقربة يدام، وبالليل بتقعد سيونغ مع لي وبتسأله عن ميعاد إعلان علاقتهم لكل الناس، لكنه بيغير الموضوع وبيقول لها إن ابنه ارتبط ببنت جميلة. وبتفرح سيونغ وبتنسى الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه. وفي يوم 27 سبتمبر بتروح سيونغ شغلها وبتركب الأسانسير عشان تطلع على المكتب، وبيبقى ليه جنبها، ولكن كالعادة الاتنين بيتظاهروا إنهم ما يعرفوش بعض ومفيش أي حاجة بينهم، وليه ما بيبصش ناحيتها حتى. ولما بتطلع بتسمع تنبيه في الميكروفون بيقول إن النهاردة هيتم تنظيف كل النوافذ الخارجية للمبنى، وهيبقى في عمال كتير موجودين من بره النوافذ، فبالتالي ممكن يقفلوا الستاير لو لازم الأمر. وفي وقت الاستراحة ما بتقعدش سيونغ مع أصحابها وبتتغدى مع لي. وبعد الغدا بتسألها واحدة من أصحابها عن السبب اللي خلاها متتغداش معاهم، وبتلاقي سيونغ بتكذب عليها ومش عايزة تقولها كانت بتتغدى مع مين. بتعزمها على حفلة شوي هيبقى فيها كل زمايلهم في الشغل، فبتوافق سيونغ وبتقولها إنها هتبقى تروح معاهم. وبعدها بتطلع تقعد برا لكن بتحس بألم قوي في ودانها، فبتروح تقعد في مكتب لوحدها وبتفكر تبص من النافذة لتحت عشان تتغلب على الفوبيا اللي عندها. لكن لما بتبص بتتفاجئ عامل نظافة اسمه جوانو نازل من فوق بحبل وبيبتدي ينظف إزاز الغرفة، وبتفضل سيونغ تتفرج عليه. وأثناء ما هو بينظف بيتزحلق لورا وبيكون هيقع، لكن علشان مربوط ما بيقعش. ولما بتشوف سيونغ الموقف ده بتخاف جدا، بس لما بتلاقيه متعلق في الحبل ومفيش حاجة حصلت له بتهدى وبتتماسك نفسها. وبالليل بتصحى سيونغ على اتصال من مامتها وبتبلغها بخبر ولادة كلبتهم، فبتقطعها سيونغ وبتقول لها إنها مش فاضية وإن وراها شغل ولازم تنام، وهتبقى تبعت لها فلوس لما تصحى. ويوم 29 سبتمبر بتروح سيونغ لحفلة الشوي وبتقضي وقتها مع أصحابها وبيقعدوا يلعبوا مع بعض، وبعدها بيجي لها لي وبياخدها من غير ما حد يشوفهم وبيطلعوا يقضوا وقت سوا فوق، وبعد كده بيقعدوا مع بعض وبيتناقشوا عن سفر ليه لليابان. ويوم 2 أكتوبر بيبقى عامل النظافة جوانو بيستعد عشان يكمل شغله، وفي نفس الوقت بتبقى سيونغ في اجتماع مهم في الشغل، وبتلاقي جوانو نازل قدامها وبدأ ينظف النافذة، وبتكون سيونغ مركزة معه وبصاله ومش مركزة في الاجتماع نهائي، وزمايلها في الشغل بياخدوا بالهم منها وبيلفتوا نظرها على التركيز معاهم. وبعد الشغل بتقعد سيونغ مع يدام وبتشوف ليه وهو بيتخانق مع شخص تاني، وبالليل بتتصل سيونغ بليه لكنه ما بيردش. وفي يوم 4 أكتوبر بيلاقي ليه رسالة من سيونغ بتطلب منه يتغدوا مع بعض، فبيقول لها ليه إنه هيبقى مشغول، وطول الفترة دي بيفضل ليه يتجاهلها ويتجنبها. وبتروح سيونغ تشتري كتاب من مكتبة، وبيكون جوانو موجود قدام المكتبة ومركز مع سيونغ. وبعد ما بتختار الكتاب بتحس بألم شديد في ودانها وبتسيب الكتاب وبتمشي، فبيروح جوانو وبيشتري لها الكتاب وبيدخلها الشركة وبيسيب الكتاب على مكتبها ومعاه ورقة ودواء، وبيبقى كاتب لها نصيحة إنها تاخد الدواء ده للصداع. وبتشوفهم سيونغ وبتفتكرهم من لي، فبتبعت له رسالة عشان تخرج معاه لكنه برضو بيقول لها إنه مشغول. وتاني يوم بيجهز جوانو بالحبل عشان يكمل شغله، وبيكون كل أعضاء الشركة بيحتفلوا مع بعض بنجاح مشروعهم. وبعد ما بيخلصوا احتفال بيروح ليه يسهر مع الشباب، وباقي البنات بيفضلوا يطلبوا من سيونغ تروح معاهم لكنها بترفض، وبتقول لهم إنها تعبانة وهترجع للبيت. وأثناء رجوعها بيبقى جوانو واقف مع أصحابه في الطريق، وأول لما بيشوف سيونغ بيعتذر لأصحابه وبيقول لهم إنه لازم يرجع البيت وبيمشي وراها. ولما بيلاقيها دخلت مطعم بيدخل يقعد على طاولة قريبة منها، وبيسمع سيونغ وهي بتكلم ليه وبتترجاه يجي يقعد معاها قبل ما يسافر لليابان، لكنه بيرفض بحجة إنه تعبان وعايز يرتاح.
وبتحس سيونج إنه بيتجنبها وبتطلب منه ما يتجنبهاش وإنها تستنى رجوعه من السفر، لكنه بيقول لها ما تستناهوش وبيقفل المكالمة. وبعدها بتروح سيونج المكان تاني وبتفضل تشرب كتير، وبيكون جوانو بيراقبها من بعيد. ولما بيلاقيها مش في وعيها وهتمشي مع راجل غريب بيتدخل وبيوقع مشروبه على الشخص الغريب وبيشغله لحد ما بتمشي سيونج من المكان. وفي يوم 9 أكتوبر في عيد الشكر اللي كل الناس بتقضيه مع عائلتها، بتبقى سيونج بتقضيه لوحدها وبتتصل بمامتها تعايد عليها وبتعتذر لها إنها ما قدرتش تيجي تقضي معها العيد. فبتقول لها مامتها إنها مستنياها تيجي في أي وقت، لكن أول ما بتقول كده بيبدأ شخص يزعق لمامتها وبيقول لها إن البيت مليان ومفيش مكان لأشخاص زيادة، فبتضطر مامتها تقفل المكالمة بسرعة. وبتكمل سيونج العيد لوحدها، وفي يوم 15 أكتوبر بتروح سيونج الاجتماع في الشغل وبتعرف إن قسم الأمن هيتفحص كل كاميرات المراقبة في الشركة عشان في حاجات كتير اتسرقت في الفترة الأخيرة، وبتبدأ ودنها توجعها مرة تانية. فبتروح للدكتور وبيقول لها إن عندها تلف في الأعصاب السمعية وده هيزود عليها الدوار اللي عندها، وأنسب حال إنها تبدأ تلبس سماعة أذن. وبتروح سيونج تقول لي دام على السماعة اللي هتلبسها، لكن بتنصحها صاحبتها بإنها ما تلبسهاش لأن لو أي مدير شافها لبسها هيعمل السماعة دي حجة ويرفض يجدد عقدها مع الشركة. فبتقتنع سيونج بكلام صاحبتها وبتشيل السماعة، وبيروحوا يركبوا الأسانسير واللي بيبقى موجود بالصدفة معاهم جوانو، وبيبقى مركز مع سيونج لكنه بيفضل ساكت وما بيتكلمش معاها. وفي يوم 16 أكتوبر بيروح جوانو مع بابا للمقابر عشان ذكرى وفاة أخته، وبيفضل بابا يعيط وهو بيفتكر ذكرياته معاها لما خد أجازة من جيشه اليوم واحد عشان يحتفل معاها بيوم عيد ميلادها. وبعدها بيمشي جوانو هو وبابا من المقابر. وفي يوم 18 أكتوبر بتتكلم سيونج مع رئيسها في الشغل اللي بيقول لها إنهم بيراجعوا تجديد العقود وإنه مش هيبقى في مكان غير لمصممة واحدة بس، وبتطمنها يدام وبتقول لها إنه قال كده ليهم كلهم. وفي يوم 22 أكتوبر بيبقى في إعصار تيفون في المدينة وبيكون ليه راجع من رحلة اليابان، وبتبقى سيونج فرحانة برجوعه. ولما بتخلص غداها مع صاحبتها وبترجع للمكتب بتتفاجئ بإن ليه استقال من الشغل لأسباب شخصية، وبتسمع اتنين موظفين بيتكلموا مع بعض وواحد منهم بيحكي للتاني وبيقول له إن قسم الأمن لما فرغوا الكاميرات شافوا ليه على علاقات كتير في الشركة بعد ما كل الموظفين بيمشوا. وبتفضل سيونج تعيط لما بتعرف إنه كان بيخونها، وبعدها بتخرج تشوف ليه وهو ماشي من مكتبه ومعاه كل حاجته. وبتدخل سيونج في نوبة اكتئاب، ولما بترجع للبيت بتلاقي مامتها موجودة وبتقول لها مامتها إنها مش هتقدر تعيش مع الشخص ده أكتر من كده، وإنها سابته وهربت وهتفضل معاها هنا كام يوم وهتمشي. وفي يوم 26 أكتوبر بيبقى جوانو بيستعد فوق السطح عشان ينظف النوافذ، وبتكون سيونج رايحة مع يدام عشان ينضموا لباقي أصحابهم على الفطار، لكن أول ما بيروحوا يقعدوا معاهم بيقوموا كلهم وبيمشوا، وزمايل جوانو في الشغل بياخدوا بالهم إنه بيبقى سرحان كتير ومش مركز في الشغل، وبيلفتوا نظره عشان المرة الجاية ما يقعش وهو متعلق بالحبال. وبعد كده بتبقى سيونج بتتغدى مع مامتها، وبتفضل مامتها ترمي اللوم على زوجها في كل حاجة بتحصل في حياتهم، وإن هو كمان اللي ضرب سيونج وهي طفلة وعمل لها ثقب في طبلة ودنها، لكن بتتعصب عليها سيونج وبتقول لها إن هي اللي فاشلة، وبتطلب منها ما تقابلهاش ولا تجيلها مرة تانية، فبتقول لها مامتها تكمل حياتها لوحدها زي ما هي عايزة وبتسيبها وبتمشي. وفي يوم 2 نوفمبر بتروح سيونج شغلها عادي وبتكمل حياتها روتينية، وأثناء ما هي في شغلها بتحس بدوار قوي وبيبقى باين عليها التعب، ولما بتروح يدام تكلمها بتسيبها وبتمشي، وبتنزل من المبنى وبتقعد جنب نافذة تعيط، وبيبقى في حبل موجود من بره وبنعرف إن جوانو كان بيشوفها. ولما بترجع لمكتبها بتلاقي ورقة مكتوب عليها توقف عياط، وبتفهم وقتها إن اللي سايب لها الرسالة دي واللي فاتت ما كانش ليه. وبعدها بيستدعي رئيس الشركة وبيحقق معاه في دخوله للمكتب بدون إذن وبدون سبب، وبيرفض جوانو يعترف إنه كان في مكتب سيونج، وبيقول لهم إنه كان فضولي وعايز يشوف المكتب مش أكتر. وبعد كده بتشوف سيونج صاحبتها يدام وهي بتعيط، ولما بتروح وراها بتعرف إن الشركة رفضت تجدد لها عقدها. وبعدها بيجي لسيونج اتصال من مامتها وهي سكرانة، وبتقول لها مامتها إنها وحيدة وملهاش حظ مع زوج أو أبناء، وإنها مريضة وزوجها رافض يجيب لها أي أدوية، فبتقول لها سيونج إنها تبعت لها فلوس عشان تقدر تشتري الأدوية لنفسها. وفي يوم 9 نوفمبر بتشوف سيونج الإسعاف وهي جاية تاخد عامل نظافة وقع من الدور 25، وفي وقت الاستراحة بتبقى قاعدة زعلانة، لكن بتلاقي جوانو كاتب لها على النوافذ تبتسم، وعلى الرغم من كده بتبدأ سيونج تعيط وهي باصة لجوانو، وبعدها بتروح تقعد لوحدها على البحر. وتاني يوم بتروح سيونج للشغل وبتكون لابسة السماعة، ولكن أول ما بتشوف رئيسها بتقلعها وبتشيلها، وبيكون جوانو بيجهز عشان ينزل بالحبال، وبتدخل سيونج للمكتب تستنى جوانو ينزل من فوق، لكن بيدخل وراها رئيسها وبيهددها بإنه يعرف عن علاقتها مع ليه، وبيحاول يتهجم عليها لكنها بتضربه،
فبيتعصبوا وبيضربها بقوة وبيخليها تنزف، وبيبقى جوانه بيشوفهم فبيحاول يكسر الإزاز بأقوى ما عنده، ولما بيشوفوا الرئيس بيبعد عنها وبيمشي من المكتب، وبيكمل جوانه محاولة تكسير الإزاز لكنه ما بيقدرش. وبتدخل سيونج للحمام وبتضحك لما بتعرف إن جوانه هو الشخص اللي كان بيبعت لها الرسايل، وبتطلع فوق السطح وبتشوف رئيسه وهو عمال يزعق له لكنه كان بيهز الحبال بقوة وكان هيقتل نفسه. وبتروح له جوانه وبتسأل إذا كان هو اللي بيراقبها، ولما بيقول لها إن هو بتضربه بالقلم وبتطلب منه يجهزها وينزلها معاه على الحبال، وبالفعل بيجهزها وبيساعدهم رئيسه وبينزلوا هما الاتنين مع بعض على الجهاز. وبتبقى سيونج مغمضة عينيها ومش عايزة تفتحها، فبيقول لها جوان وتثق فيه وتفتح عينيها لأن مفيش حاجة تستدعي الخوف. وبتفتح سيونج عينها وبيعجبها جدا المنظر من فوق، وبيحضنها جوانه، وأثناء ما هي جنبه بتدفع ايدها من غير ما ياخد باله وبتفك الحبل اللي ماسكها وبتقع من فوق، لكن بيبقى في حبل تاني مربوط حواليها لحالات الطوارئ، وبيمسكها جوانه في آخر لحظة وبينقذها وبيشدها لفوق، ولما بيطلعها بيقربوا من بعض وبتتغير حياة سيونج تماما بعدها، بعد ما قدرت تتغلب على خوفها والفوبيا اللي عندها، وما بقتش وحيدة لأنها لقت الشخص اللي بيحبها وبيقدرها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.